حظيت قضية التحرش الجنسي في الفترة الأخيرة في المجتمع السعودي باهتمام إعلامي كبير نتيجة للممارسات الخاطئة من قبل بعض الشبان تجاه الفتيات. واللافت أن ظاهرة التحرش الجنسي أخذت أشكالا عدة ودارت حولها العديد من النقاشات سواء في الإعلام والتلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي. أجرى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني دراسة حول موضوع التحرش، وشملت عينة عشوائية حجمها 992 شخصا يمثلون نماذج سكانية متنوعة من مواطني المجتمع السعودي لجميع مناطق المملكة. وأغطت الدراسة الأفراد لسن 18 سنة فما فوق. الدراسة أظهرت الآتي: أولاً، 91% من العينة يرون أن ضعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي للتحرش. ثانياً، 79.7% من العينة يرون أن عدم وجود أنظمة تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي. ثالثاً، 80% يرى عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي. رابعاً، 76.6% يرى أن طول الإجراءات العقابية تساعد على تفشي ظاهرة التحرش الجنسي. خامساً، 73.3% يرى أن من أهم أسباب ظاهرة التحرش الجنسي غياب الوعي بالأنظمة العقابية. سادساً، 85.5% يرون أن تعمد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يساهم مساهمة رئيسية في ازدياد حالات التحرش الجنسي. سابعاً، 80.6% يرون أن ضعف المسؤولية الاجتماعية ساهمت مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرش الجنسي. ثامناً، 75.2% يرون أن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي.